السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بكم في فيديو جديد خاص بضرب الصف الأول الثانوي والثاني الثانوي الفصل دي طبعا بنمتحن وبنمتحن امتحانات آخر السنة كلنا عارفين طبعا في جدول التصحيح وفي موعد لإعلان آه النتيجة بتاعت آخر السنة إن شاء الله في الفيديو ده هنعرف موعد النتيجة دي هتظهر إمتى وهل هتظهر كل النتيجة مع بعضها ولا كل مدى هتظهر لوحدها طبعا متابعين في القناه عارفين ان احنا بننزل دايما الاخبار اول باول كل اخبار الثانويه العامه ولا ثانوي تانية ثانوي ثالثة ثانوي وكمان بننزل الاجابات الامتحانات اول باول فانت لو عايز الحاجات دي كلها او انت مهتم بالكلام ده فيا تشترك بالقناه تضغط على زر سبسكرايب تضغط لايك للفيديو عشان يوصلك بقيه فيديوهاتنا ان شاء الله ولو انت في اولى ثانوي او تانية ثانوي يوصلك امتحاناتنا اول باول بالنسبه للطلاب اللي بيسالوا عن موعد نتيجه الصف الاول الثانوي والثاني الثانوي حابة اقول لكم ان هي هتظهر في نفس الميعاد اولى سنة وتانية سنة وهتظهر كلها مع بعض وهتظهر بداية من تمانية وعشرين خمسة حتى تلاتين خمسة بداية من اليومين دول فهي هتنزل في خلال اليومين دول ممكن ينزلوا اولى وبعد كده تانية على حسب هي هتظهر في واحد من الايام دي وهتظهر اولى سنة وتانية سنة ومع بعض كل الامتحانات طبعا ماشي النتيجة بقى هتبقى درجات ولا تقديرات ولا ألوان ولا إيه بالظبط بالنسبة لأولى ثانوي درجات عادي والترم الأول هيدفوه على الترم التاني يعني لو أنت الترم الأول اتجمع مع الترم التاني وجبت نص درجة خلاص كده أنت ناجح فالجماعة اللي قلقانين جدا عادي خالص لو أنت جبت نص الدرجة ونص الدرجة خلاص جبت نص الدرجة لما اتجمعوا على بعض خلاص أنت كده ناجح بالنسبة لتانية ثانوي احتمال كبير تبقى تقديرات واحتمال ينزلوها بعد كده درجات زي الترم الاول لما حصل كانت تقديرات وبعد كده الطلبه ما حاجه بعد كده نزلوها درجات فاحتمال يعملوا الموضوع ده يبقى المعاد النهائي لدرجات اولى ثانوي وثانيه ثانوي من يوم 28 حتى يوم 30 5 2020 وان شاء الله هتظهر في يوم من دول النتيجه كاملة اولى ثانوي وثانيه ثانوي بس دي كانت حلقتنا وادعوك انك تشترك في القناه وتعمل سبسكرايب لو انت لسه جديد على قناتنا علشان يوصلك بقيه حلقاتنا وبقيه فيديوهاتنا ان شاء الله ما تنسوش تعمل لايك للفيديو تقديرا ودعما للمجهود اللي احنا بنبذله الاولى وثانيه سنة وثالثه سنة واللي عنده اي سؤال او اي استفسار بخصوص الثانويه العامه او اولى ثانوي تانيه ثانوي يسيبوا لي في كومنتس وان شاء الله هرد عليه في اقرب وقت ممكن والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته اشوفكم في فيديو جديد